مرحبا بكم على توني سكول. انا مدام زهره الويتي، استاذ التاريخ والجغرافيا، باش نصاحبكم في دروس التاريخ والجغرافيا بالنسبه لشعبه الاقتصاد هذه السنه، وان شاء الله مره اخرى باش نعملوا شعبه الاداب. بالنسبه للدروس باش نحاول في لي فيديو اللي باش تفرجوا فيهم باش تاخذوا المختصر بين الدروس الكل، باعتبار ان دروسنا في التاريخ والجغرافيا تاخذ وقت طويل وفيها الكثير من المعلومات. انا باش نعاونكم في انكم تاخذوا اهم ما يمكن تخدموا به، وتحاولوا معناها نحاول باش نمكنكم من معلومات اللي فاسيلمون تنجموا معناها تاخذوا المعلومات هذه وتستغلوها في امتحاناتكم. باش نحاول نركز لكم على منهجيات مختلفه سواء في التاريخ والجغرافيا، كيف باش نتعرضوا لبرشا وثائق. الوثائق هذه فما اللي باش نلقاوها جاهزه وفما اللي باش نقعدوا باش نخدموها مع بعضنا على في الفيديو. في نفس الوقت باش تلقاو دروس كاملين على البي دي اف، والدروس هذه فيها كل معلومات كيف فيها الفقرات كامله. وفي نفس الوقت عندنا نجم نكونوا اون كونتاكت، اذا طرحتوا برشا اسئله نجم نجاوبكم على كل الاسئله اذا تفضلتوا وجيتوا معنا على تونيسكو.